كما أكد الرئيس السيسي أنه تمت الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار. وأضاف الرئيس السيسي أن الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار في جلسات الحوار. ومن هذا الإيمان الصادق بقدرات المصريين على إيجاد مساحات مشتركة تجمعهم أطلقت دعوتي للحوار الوطني، وهي الدعوة التي جمعت النسيج المصري من جميع عناصره، وقد كانت الحزمة الأولى من مخرجات هذا الحوار مشجعة على الاستمرار فيه، ولهذا كانت استجابتي فورية لما تم التوافق عليه من القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، وأصدرت توجيهاتي للحكومة بدراستها وضع آليات تنفيذها والبدء في تفعيل هذه الآليات.